إيمانكم في الأرض المقدسة من حقهم عليكم نصرتهم بالتضرع إلى الله والدعاء والإلحاح عليه والتذلل بين يديه سبحانه. الثبات والتمكين. الله الله إخوة الإيمان، الله الله في إخوانكم المستضعفين، الدعاء الدعاء. وقال ربكم ادعوا في فلسطين آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين آمين. وفي